يقول باحثو جامعة كوليدج لندن إن العثور بانتظام على بعض الوقت لقضاء غفوة صغيرة مفيد لدماغنا ويساعد على إبقائه أكبر لفترة أطول. أظهر الفريق أن أدمغة الذين يواظبون على قيلولة الظهيرة كانت أكبر بمقدار 15 سنتيمترا مكعبا، أي 0.9 بوصة مكعبة، أي ما يعادل تأخير الشيخوخة ما بين 3 إلى 6 سنوات. ومع ذلك يوصي العلماء بالحفاظ على قيلولة أقل من نصف ساعة، وثبت في دراسات سابقة أن القيلولة ضرورية لنمو الأطفال وتقل مع التقدم في العمر ثم تعاود الظهور مجدداً بعد التقاعد، إذ أفاد 27% من الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً بقيلولة أثناء النهار. يتقلص الدماغ على نحو طبيعي مع تقدم العمر، ولكن ما إذا كانت القيلولة يمكن أن تساعد في الوقاية من أمراض مثل مرض ألزهايمر، سيبقى تحدياً محتاجاً إلى مزيد من البحث. تعد صحة الدماغ مهمة للحماية من الخرف، وترتبط الحالة باضطراب النوم. يقترح الباحثون أن قلة النوم تلحق الضرر بالدماغ بمرور الوقت عن طريق التسبب في الالتهاب والتأثير على الروابط بين خلايا الدماغ، وبالتالي فإن القيلولة المنتظمة يمكن أن تحمي من التنكس العصبي من خلال تعويض قلة النوم. استخدم الباحثون في الدراسة تقنية ذكية لإثبات أن القيلولة مفيدة. استخدموا تجربة طبيعية عملاقة تعتمد على الحمض النووي أو الشفرة الجينية، وحددت الدراسات السابقة 97 قصاصة من الحمض النووي لها دور في جعلنا ميالين لأخذ القيلولة أم لا. أخذ الفريق بيانات من 35,000 شخص تتراوح أعمارهم بين 40 و69 عاماً، يشاركون في مشروع بايو بانك في المملكة المتحدة. وأظهرت النتائج التي نشرت في مجلة سليب هيلث فرقاً بمقدار 15 سنتيمتراً مكعباً، أي ما يعادل 2.5 إلى 6 سنوات ونصف من الشيخوخة. لم يدرس الباحثون بشكل مباشر الحصول على قسط كبير من النوم في منتصف النهار، لكنهم قالوا إن العلم يميل إلى قيلولة لمدة نصف ساعة يومياً.